السلام عليكم أعزائي المشاهدين، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم مدرسة على الهواء. نرحب بضيفنا الكريم أستاذ عاطف. إزي حضرتك؟ يا أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين وأبناء التلاميذ والطلبة والسادة المدرسين، وكل سنة وأنتم طيبين. اتفضل. إزي حضرتك؟ عامل حضرتك إيه؟ الله يكرمك. طبعا إحنا ماشيين مشوار طويل بالقطار بتاعنا بتاع القرائية، صح كده؟ تمام. طيب النهاردة هنشتغل في حرف مميز جدا، ولازم وانا بنطقه يبقى ليا اسلوب صح في تمام. نطقه، صح كده؟ تمام. طيب نحاول نشوف استراتيجيه التوقع من خلال صوره طبعا مع لازم حضرتك. الاول نشوف صوره كده الاول نجذب انتباه التلاميذ بيها. تمام. ماشي، مجموعه طيب صور. احنا معانا هنا صوره في الداتا. ما هو استاذ تمام. عاطف، هنشوف الصور بتاعت استاذ عاطف اللي مجهزها لنا. مجهزينها اهي. تمام. الداتا هنا. تمام. ايه ده؟ طيب ورهوني كده. طيب ارفعوا حضرتك كده ورهوني. ايوه ده اسمه ايه؟ الداتا طيب اشتغلت. طب نرجع يلا تاني. خليك معايا، تمام. خليك مع الداتا. ايوه ده اسمه ايه؟ ايه رايك في اسمه ايه الصوره ده يا الجميله دي؟ ولاد؟ انا عايزه الولاد. عمرو رفع ايده اهو. تمام. قولي قولي يا عمور. بيقول لي برافو عليك. الثوب، ثوب. وقال انت. ثوب. صح، ثوب. ثوب. شاطر طلع لسان. شاطر يا عمور. تمام. طيب الصوره اللي بعد كده يا استاذ عاطف. ايه صوره جميله. ايه الصوره اللي بعد كده؟ ايه ثعلب؟ ايه ثعلب؟ ايه يا ملوكه ثعلب دي؟ ملك. هي اسمها الثعلب؟ محمود رفع ايده. قول يا طب محمود. اسمها ايه يا محمود؟ برافو. بيقول لي ايه؟ ثعلب. ثعلب يعني ثعلب غلط. تمام. يبقى انا بنطق الحرف الصحيح ف ف، صح؟ تمام. ثعلب. مخرج مش الحرف. ثعلب. غلط تمام. يا ملك ثعلب تمام. دي. طيب اللي بعد كده، الصوره اللي بعد كده يا استاذ عاطف. ايه؟ ايه اللي ظاهر عندك ده؟ ايه ده؟ ثعبان. شاطره يا منى. ثعبان دي ولا دوده؟ لا لا ثعبان، بس ثعبان بتاع الكرتون بتاعنا. طب هو احمد عايز ينطقها تاني. قول يا احمد. قول كده يا احمد. برافو. ثعبان. ثعبان. شاطر، تمام. شطوره، احسنت يا احمد. تمام. ايه الصوره اللي بعد كده؟ الصوره الثالثه. ايوه ايوه دي احنا كلنا بنحتاجها في البيت دي. بص منى بتقول لي ايه؟ ثلاجه. لا ثلاجه. لا صح ثلاجه. لا الثلاجه دي طبعا. غلط يا منى. مش اسمها الثلاجه، اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ طب نصحح لها استاذ عاطف كده. رشا اسمها رفع ايه؟ ايدها اهي. طب ايوه قولي رشا. يا رشا، نسمع رشا. برافو عليك. ثلاجة. شطرة، ثلاجة. برافو احسنتي عليك. احسنتي تمام يا رشا، تمام خلاص احسنتي. بقى. خلي بالكم عشان ايه؟ خلي قلبك يكون جامد عشان انا عرفت حاجة ايه ده؟ شوية هتعمل ايه؟ دلوقتي. اهي كده. بص معايا. ايه ده ايه اللي ماشي ده عندك؟ ايه ده ايه ده بقى؟ انا سامعة لميا بتقول لي تعبان. لا ايه ده؟ تعبان. لا تعبان. لا احنا في اللغه العربيه لازم نطلع مخارج الحرف ننطق بطريقه صح. صحيحه. صح دي اهم كده. شيء. اسمها ايه بقى؟ ها ثعبان. شاطره. ثعبان. تمام تمام برافو شاطره يا شاطره يا جنه. جنه نطقت صح. انا لاحظت حاجه هنا يا استاذ عاطف، اتفضل. ان في ولاد نطقوا الحرف غلط او نطقوا الكلمه غلط، لاني تمام نطقوا الحرف غلط بالتبعيه. تمام صح كده. تمام. طب ده راجع لايه بقى؟ التأثير العامية في تأثير البيت. العامية واحد، وإني مش بيسمعوا النطق الصحيح تمام. كتير. يعني أنا في البيت بقول لبنت هاتي حاجة من التلاجة، ده غلط. الثلاجة تمام. هي هتدوس عليها كتير عشان أتعود عليها. تمام. يعني لما أقول له أنا اتعودت غير أنا اتعودت. بس فأنا على فكرة برضو المهارات بتاع مخارج الحرف الولد بيكتسبوها كتير قوي لما تلاقيه قاعد قدام الكرتون. يقول لك يا صح أبي صح أعطيني الكوب. بتلاقيه إيه هو نفسه بيحب يقول الكلام ده، على بس فكرة بشرط أنا يكون في قدوة ليه. لقيت في مرة ابني بيقول لي الجرو جري ورا أبوه، فبقول له استنى استنى استنى، إيه الجرو ده؟ أنا عارفة طبعًا بس أنا عايز أشوفه. حضرتك كنت عارفة معناه. قام قال لي الجرو. قلت له مين الجرو ده؟ وأبوه ده عيل صغنن ولا طفل صغنن اسمه جرو؟ قال لي لأ ده ابن الكلب. فعرفت إن فعلًا تمام. المعلومات الصحيحة ممكن ياخدوها عن طريق الكرتون. صح؟ تمام. طيب نبدأ الدرس بتاعنا إن شاء الله. حلو. لاحظنا إني أنا جبت شوية صور وجبنا شوية كلمات، الكلمات نطقناها ومعظمها أو كلها مشتركة في حرف، في حرف متكرر في كل الصور. الكلمات. قصدك الصور. الصور. الصور ما نطق... عرضناها شفت وكل الصور ونطقت كلماتها. كل هذه الصور مشتركة في حرف واحد. إيه بقى؟ يا ترى بقى هو إيه الحرف اللي إحنا ممكن إيه يا نتكلم عليه ولاد؟ النهاردة أو اسمه هندرسه إيه؟ النهاردة؟ اسمه اسمه حرف إيه؟ إيه؟ حرف أنا إيه؟ شايف كله رفع إيديه. ما شاء الله. طب اختاري بقى. نسمع أيمن. ايمن. بقول ماشي ايه؟ اتفضل. فاء. تمام فاء. تمام. فاء ولا ف؟
لا مفيش حاجه اسمها ته ولا ب. ايوه نقف هنا شويه. ولا ته ولا الكلام ده، احنا حرف اللغه الحروف اللغه العربيه او اسماء اللغه العربيه بتنطق الف باء، وطبعا دي احنا خدناها هنعيدها تاني. ايوه صح. الف باء تاء، مفيش حاجه اسمها ته. اها ف ما هو الحرف الصح ف اللسان طرف اللسان مع الثنايا العليا للفم. يبقى الصح ف. طيب نبص على شكل حرف كده، ده اسمه ايه؟ ف. اسمه ايه ده؟ ف. ها حلو كده. طيب في صور ليه عند يعني شكل الحرف عند حضرتك؟ في شكل الحرف في نبص الامثله. نبص كده مع استاذ عاطف في الامثله. في الامثله طبعا احنا عارفين عندنا حرف الثاء وجايبين كلمات واضحه هي عند حضرتك. ثاء ثاء طبعا جايبين كلمات ثعلب تمثال بحث بحث ثوب كثير ثلث ثعبان تماثيل تماثيل حديث كل دي كلمات بتعرض حرف الثاء في مواضع مختلفه. طبعا انا لاحظت حاجه دلوقتي من كلام حضرتك. اتفضلي. ان الكلمات اللي حضرتك قلتها لي في بعض منها جاي حرف الثاء في الاول، وفي بعض منها جاي في النص في وسط الكلمه، وفي بعض منها جاي في اخر الكلمه، صح؟ تمام. حلو قوي. طب يبقى انا كده اعرف من خلال كلام حضرتك ومن خلال الكلمات اللي احنا قلناها وظهر دلوقتي معانا على الداتا ان حرف الثاء ليه اشكال عديده، صح؟ تمام. بيجي في اول الكلمه بشكل، وفي نص الكلمه بشكل، وفي اخر الكلمه بشكل. نشوف هنا كده. تمام. هنا بيجي في اول ايه؟ الكلمه اهي ثاء اللي بشاور عليها اهي ثاء. طيب هنا دي فين؟ في النص، وسط الكلمه او في وسط. هنا ليه عرفت ان وسط؟ لاني من هنا مفتوحه اهي والناحيه الثانيه مفتوحه. مدد ايده من هنا وفتح ايده من هنا. تمام صح كده. عشان يمسك في حرف من هنا وفي حرف من هنا. والثاء ده من الحروف اللي بترتبط من ناحيه ثانيه. تمام. طب نبص كده على الشكل الثاني للحرف اهو اهو. بص هنا قافل ايديه من هنا وفاتحها من ناحيه دي، يعني بيمسك من جهه واحده. ده في اخر الكلمه. في اخر الكلمه له شكل معين. بيمسك من ناحيه والناحيه الثانيه قافلها. تمام صح كده. طيب الشكل ده على فكره هو له شكل رابع اللي هو اللي فوق بقى. اللي فوق ممكن يبقى اخر الكلمه بس منفرد. مش ماسك في حرف. زي حرث. يقول لك لا انا مش همسك في حد. تمام. زي حارس. مثلا. صح كده. تمام. طب حلو، يبقى احنا عرفنا اسم الحرف وقلنا ثاء ثاء، صح كده؟ تمام. طيب لما اجي عايزه اسمع له صوت اقول لك سمعني صوته، ينفع؟ لا طبعا ما ينفعش. لازم نعمل له ايه؟ لازم نعمل له لسان. نعمل له لسان. تمام. طب لسان الحرف يا استاذ عاطف؟ طبعا احنا عندنا اللسان اللي تقصد بيه استاذه جيهان ان هو يكون عليه فتحه، واحنا زي ما قلنا قبل كده وتكررنا كذا مره ان الحرف لا ننطق به الا اذا كان متوفر فيه شرطين. شكل الحرف و الفتحة أو الضمة أو الكسرة اللي هي الحركات بتاعته. هنا الجزئين دول بيكونوا الحرف. حلو. يعني أقول ثا ثو ثي. تمام. إنما شكل الحرف كده لوحده بقول عليه اسم ألف باء تاء ثاء. تمام. وإحنا معانا هنا عدتها هنا بداية الحرف بداية الحديث يا أستاذ جان اللي هو اسم الحرف. تمام. إحنا معانا هو العرض بتاعنا. تمام. حرف الثاء حرف الثاء، ودايما ده النموذج اللي بيعمله المعلم اللي هو بيقول إيه ثلاث مرات او اكثر. يقول لي بقى اسم الحرف ثاء ثاء ثاء. تمام. طيب وفي كلمات بتدل على كده. تمام. سواء كانت كلمات في اول الكلمه او وسط الكلمه او اخر الكلمه. مخرج الحرف شيء مهم جدا يا استاذ جهاد. بنخرج الحرف ازاي؟ منين؟ طرف اللسان مع الثنايا العليا لايه؟ للفم. للفم اهو ثاء ثاء. ويمكن هو الحرف الوحيد اللي بيطلع فيه اللسان بطريقه مميزه شويه او اكتر شويه غير الذال والضاء. غير الذال وايه؟ وانا بطلع فيهم برضو لساني بس مش بنسب، بيكون ورا الاسنان. بيبقى انما ده هو اللي بيطلع. يا دوب. ثاء ثاء اث اث. وعايز اعرف مخرج الحرف بطريقه صحيحه اجيب قبليه حرف متحرك. لان لا ينطق يبدا بساكن في اللغه العربيه. صح كده. اث اث. تمام. طيب نقرا الكلمات اللي معانا. ايوه. ثعلب ث ثعلب تمثال تمثال.
فين كده فين يا استاذ جان كده في وسط الكلمه في وسط وثعلب في الاول في اول الكلمه في اول الكلمه اهي تمام يبقى شكل الحرف شكل حرف الثاء في الاول اهو جاي مع ثعلب وشكل الحرف في النص او في الوسط جايه مع تمثال واخر حاجه بص فتح ايديها من ناحيه الحاء حرف الحاء وقفل ايديها من الناحيه الثانيه تمام ممكن كمان نوري شكله في مكان ثاني زي ما حضرتك قلتي حارثو هنا مش ماسك في حرف جاي منفرده تمام جاي لوحده تمام صح. احنا هنا لازم نوضح حاجه مهمه قوي جدا للتلميذ ايه هي ان انا لو قاعد في الفصل امام الفصل اسمي عاطف وسط الفصل اسمي عاطف في اخر الفصل اسمي ايه عاطف لا تغير الاسم بتغير مكان. المكان صح. تمام اهو عندي جه في اول الكلمه اسمه ثاء وسط الكلمه ثاء اخر الكلمه ثاء اخر الكلمه منفرد برضو ثاء ده معنى ايه اسمه ما بيتغيرش ان ثابت. اسم الحرف له نطق ثابت ما بيتغيرش فيه تمام وعند الكلمات عشان نوضح برضو معنى كلمه اسم الحرف ثوب ثوب دي حرف الثاء الحرف الاول ثاء اهي ثاء الف همزه اللي هو اسم الحرف الثاء واو باء احنا بننطق هنا على طول ثوب لكن هنا ينفع انطق ثوب الثاء مع الواو مع الباء لا لا خالص ليه بقى انا بقول ايه ثاء واو باء ينفع حد لو راح ندى على محمد من شاف في الشارع مثلا اقول له ميم ح ميم دال انزل يا ميم يا ح يا ميم يا دال ولا عبرني يبقى اذا لا قراءه باسماء الحروف نهائيا صح لا قراءه يعني اي حد يدور ان هو يقرا باسماء الحروف ده خطا ما بقراش باسماء الحروف امال بقرا بايه بصوتها برافو عليك نشوف صوتها ازاي بقى مع بعض صوت باصوات ايه الحروف طب نبص هنا كده مع بعض هلاقي هنا ان الحرف بدات اعمل له صوت الحرف لوحده من غير اي حركه ملوش صوت تمام عايز اعمل له صوت اعمل له لسان تمام لسان الحرف ايه الحركه لسان الحرف يا استاذ عاطف الحركه طب نبص هنا كده فوق صوت الحرف ده ايه س س س طب وركز احنا كويس قوي يا استاذ بتركزي على الاشاره س س يبقى اشاره الحرف دي مهمه س صح كده اللي بعدها سو سو انا برسم الضمه وانا بنطق يعني بقول الولد خد بالك وتنبه وانت بتنطق ارسم لي الحركه دي هقول لك في الاخر هتفيدنا في ايه هنا بقول له ايه سو طب تحت سي بنزل هو بصباعي سي سي تمام س سو سي ممكن اقولهم مره ثانيه اقولهم طيب احنا عندنا الحروف الثلاثه مع الثلاث حركات ببص لحركه الفم وانطق اهي مفتوحه ثا فتحت بقي اهي ثا ثا وبسرعه مش همدي فيها لان بعد كده فيه هيجي الحركه الطويله يا استاذ جهان صح طب الضمه ثو ثو شايفه ثو الكسره وادي البق اهو او الفم عامل الحركه ثو اهي ثو وممكن اوري الولد شفايفه بتحرك اثناء النطق ها الكسره اهي ثي 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 تمام دي الثلاث حركات والساكن بتاعي في الاخر ايه اس تمام اس او بس تمام اي حرف هسبق الحرف اللي انا بتكلم عليه بحرف ساكن اس تمام. او بس يبقى سا سو سي اس اس خلاص انا بنطق كده وانا بنطق لازم اخلي الولد يحاول ينطق معايا واسمعه لاني كتير يعني انا في يوم انا ضيعت حصه مثلا عشان النطق بس يقول لي اس اقول له لا طلع لي لسانك اس تمام يقول لي اس اقول له حبيبي ده احنا بنسميه ايه بقى يا استاذ جهان الروتين الخمسه روتين بتوعي في نموذج اللي هو بيقوله المدرس اللي انا بقوله من ثلاث مرات وعرف التلميذ ان ده دوري انا ينفع اقول في دورك يقول لك لا يبقى ما تقولش اسمعني صح ما تقولش فين في دوري يبقى دوري في النموذج اللي انا بقوله ثاء 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 بعد كده الممارسه الموجهه اللي انا بقول او المدرس بيقول وهم بيقولوا ورايا تمام وبعد كده الممارسه المستقله عشان انا اعدل له ايه السلوك اكتر حاجه بتخليني اكتشف الولد صح ولا غلط الممارسه اللي بيقولها الولد لوحده مستقله يعني لوحده يعني اقول له سمعني صوت الحرف سمعني صوت الحرف ويبدا ينطق ورايا يبدا ينطق لوحده لان هو نطق ورايا في الموجه سمعته نطق صح خلاص ما نطقش صح لازم اقف نعدله واعمل الممارسه الموجهه تاني تمام لازم دي مهمه قوي طب نروح في حته حلوه قوي في الحرف بقى ده ايوه وهي ايه طريقه كتابه الحرف ودي مهم جدا جدا للساده اولياء الامور للساده المعلمين ان التلميذ لازم يكتب الحرف بطريقه صحيحه احنا بنكتب في اللغه العربيه من اليمين
الى اليسار صح كده. وليس من اليسار الى ايه اليمين. تمام، احنا هنا هنعرض مع بعض شكل حرف الثاء في بطريقه كتابته الصحيحه. تمام، اهو معايا اهو. هيجي في اول الكلمه شكله ايه هنا؟ لا احنا هنكتب الحرف بس. هنكتبه بس. ماشي. ثاء من اعلى الى اسفل. ايوه، من اعلى الى اسفل، من اليمين الى اليسار، واطلع الى اعلى واحط الثلاث ايه نقاط. طب حضرتك وحاجه بكتبها قسمتها، احنا عايزين النمرة 2 نقسمها ونمرة 3 نكتبها على بعضها عشان الولد يعرف يجيبها. تمام اهو هنعمل. طيب السهم بتاعي الاسهم. ايوه هنمشي كده صح، من اعلى لاسفل او من فوق لتحت. من اليمين الى اليسار، وبعد كده اطلع لفوق واحط الثلاث ايه نقاط. احط ثلاث ايه نقاط. طيب نجرب تاني بالالوان. بالالوان ماشي اهو. طبعا النموذج بتاعي يبقى مش اقل من 3 مرات صح، عشان الولد يقدر يفهم كويس ويقدر يكتب. حرف الثاء من اعلى الى اسفل. ايوه تمام كده. منين تاني؟ من اليمين. من اليمين لليسار. من اليمين لليسار وبعدين لاعلى. تمام، بعد كده ايه؟ اطلع بستنى ايه الاخرانيه. اطلع الى اعلى. بستنى اهو او لفوق، واعمل ايه السنه الثالثه. تمام، يبقى عندي ادي 1 2 3 اهو. بحط نسينا ثلاث ايه. كنت هقول لك نسينا 3 نقط. شفت بقى؟ ننساه. ايوه تمام. ده حرف ايه؟ الثاء. الثاء. نعمل مره كمان. تمام، نعكس الالوان. بس هستأذنك نعملها على بعضها عشان يعرف اللفه بقى كامله. تمام اهو، يعني انا وريته نموذجين بقسمها. تمام، والنموذج الثالث بقول له شكلها. على بعضه كده. تمام اهي على بعض بقى طبعا. ايوه، حرف الثاء من فوق لتحت، يمين يسار، واطلع فوق وحط الثلاث نقاط بتوعي. صح كده. تمام، ده طريقه كتابه حرف ايه؟ الثاء. تمام، ده اللي يمكن الولد ايه يغلط فيها. تمام، لو احنا كتبنا كده تلقى في اولاد لما تقول له اطلع اكتب لي حرف الثاء يروح عاملها كده. شايفه؟ هي شكلها صح لكن طريقه كتابته ايه؟ طبعا خطأ. الشكل انا المفروض ان انا ليا الشكل، بس على فكره بتبقى باين انها مش مظبوطه. طالما اتكتبت غلط يبقى هي فعلا بتبقى مش مظبوطه. وفي عندنا مثل بيقول ايه؟ التعليم في الصغر قرنقش. اكني فعلا بنوش على الحجر. ده احنا بنعلم سنه كام؟ الصف الاول الابتدائي. تخيل الولد صح. عارف طريقه كتابه الحرف كده، لا يمكن يغلط فيها بعد كده ابدا. صح صح. تمام. طيب احنا عايزين بقى نعمل نشاط عشان نثبت المعلومه. نثبت المعلومه بتاعتنا. اول نشاط هنعمل ايه؟ ان الولد يكتب ورايا حرف الثاء على الهواء. على الهواء. تمام، يبقى انا بعمل ايه بقى؟ بقف وبديله ظهري ووشي للسبوره. وشك للسبوره لازم. وابدا امسك القلم بتاعي اوكي، وابدا الف وابدا اقول له هبدا كده. تمام، وابدا ايه 3 نقط من فوق. برافو عليك. كده ليه بقى يا استاذ جهان؟ ليه؟ عشان الولد لو انا بصيت له كده هيكتب عكسي من الشمال لليمين، وده غلط. انا لازم اعمل كده. بص على السبوره واقول له اكتب معايا. يلا ارفع ايديك يا محمود. ايوه يا احمد. ارفع ايديك يلا معايا. ايدك كده ماشي قدام. يلا، حرف الثاء من اعلى لاسفل، من اليمين الى اليسار، واطلع فوق واحط ثلاث ايه نقاط. 3 مرات مع التلميذ على الهواء هيبدا الولد يمشي ايده. بعد كده لو طلعناه على السبوره هيكتب بطريقه ايه سليمه وصحيحه حرف الثاء. صح صح. وده ايه المطلوب. تمام. طيب نلعب مع بعض لعبه الحرف السريع. يلا نلعب. نجيب له بعض الكلمات ونقول له ايه هنا معانا اهو الحرف الناقص. نقول له ايه؟ أيوه. حط علامه او حط دائره حول ايه حرف الثاء عشان يبقى انا ضمنت انه عرف ايه شكله تماما. صح. تمام. هنا ثلج باينه. واضحه؟ ايوه، نرفع فوق شويه. ايوه صح كده. ثلج. ها ايوه يا محمود، عايزين دايره. برافو عليك. حط دايره على الايه؟ ايوه كلمه الحرف ثلج. ايه الثاء. تمام، طولها. شاطر. ها كثير. مريم. ها مريم. برافو عليكي. في النص. شاطره يا مريومه، شاطره. تمام. حديث. حديث. تعالى تعالى يا اشرف تعالى. حرف الثاء ازاي؟ ممتاز، برافو عليك. شاطر. تمام كده احنا وصلنا في النشاط ده ان الولاد اتقنوا شكل حرف كتابة ويطلعوه في وسط الكلمه كتابة اول او نص او اخر. كتابه شكل الحرف الثاء بطريقه ايه صحيحه. تمام. صح. وده ايه المطلوب مننا. تمام صح كده. طيب ده شكل كتابه حرف ايه الثاء. الثاء. طيب شوف النقطه اللي بعد كده. شكل حرف الثاء، وده مهم جدا جدا يا استاذ جهان. ليه مهم بقى حرف الثاء؟ لازم نقول الاشكال بتاعته في اول الكلمه، وسط الكلمه، اخر الكلمه. ليه؟ لان لو الولد ناقص منه صوت او حق او شكل من الاشكال دي
هيغلط، هيخطأ في الكتابة، ممكن ما يتعرفش عليه جوه الكلمة، تمام، ولا يعرف يقرأ كمان. لأن أحيانا، مش أحيانا، كتير أوي معظم الحروف بتختلف في أول الكلمة عن وسط الكلمة عن آخر الكلمة، تمام. ولو قلت للتلميذ يكتب لي حرف الهاء في أول وسط آخر الكلمة أو حرف الثاء، أحيانا ما يعرفش يكتبها، صح، تمام. تاني حاجة، في حروف بترتبط من الناحيتين، تمام، وفي حروف بترتبط من ناحية واحدة، بنسميها مثلا حروف ايه، الرفاصة، اللي هي اللي بيجي بعدها ما بتتشبكش فيه ابدا، اللي هم كام اللي قبلها، كام حرف هم، كام، ست حروف، احرف، تمام. نقولهم مع بعض، وده طبعا لازم اركز وانا بدي الولد المعلومه في دول بالذات عشان ما يشبكهمش، صح، لو شبكهم هتطلع الكلمه خطا، لا هيطلع حرف تاني، تمام. صح، الله يفتح عليك، تمام. الف، دال، ايوه، ذال راء، زي، والحرف الاخير ايه، واو. الواو، تمام. دول من الخطا ان انا اشبكهم من الاخر او بعد كده او من على الشمال، خطا، بيشبكوا في الحروف من جهه واحده بس، مش الجهه الاخرانيه، لا، الجهه اللي قبلها، اليمين. بنشبكها باليمين مش من ايه، من اليسار، تمام. طيب شكل حرف الثاء معايا اهو، تمام. ثاء اول الكلمه اهي، ثاء اول الكلمه، ثاء وسط الكلمه، ثاء اخر الكلمه، ثاء اخر الكلمه ايه، منفرد. نجيب امثله بقى ونشوف حرف الثاء شكله ايه. ها، ثمار اهي، ثمار جه في اول الكلمه، صح. ها، كثير جه في وسط الكلمه، الوسط. ثلث، ثلث برضو جه فين، في اخر الكلمه، وله شكل تاني في اخر الكلمه اللي هو حرف ايه، ثاء منفرد. حرث، حرث ده اخر ايه، الكلمه. طيب صح كده. النشاط بتاعنا بقى، اتفضلي قولي يا استاذ شاهين. ممكن في نشاط قبل ما اتكلم في الجزئيه دي، ابدا اخليهم يجيبوا لي هم كلمات فيها حرف الثاء في الاول، تمام، منهم هم. نبدا نسمع الولاد، تمام، نبدا نشوف مين فيكم هيقول لي كلمه بها حرف الثاء بس في الاول، في اول الكلمه. احنا قلنا ثمار، صح، انا جبناه له. حسام رفع ايده. قول يا حسام. حسام بيقول لي ايه، ثلج، تمام، ثلج، شاطر. طب وايه تاني، في اول الكلمه، في اول الكلمه. منا بتقول لي ايه، ثابت، 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 تمام. شطره، شطره، شطوره، واحسنتي. طيب، في منتصف الكلمه، في النص، في نص الكلمه، نجيب حرف الثاء في نص الكلمه، نسمع الولاد. احمد بيقول كثير، كثير، تمام، شاطر يا احمد. وايه تاني؟ طب نجيب كلمات تانية يا ولاد. مفيش، مفيش، خلاص. ممكن هيثم، 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 تمام. صح، صح. انا سامع جنة بتقول لي هيثم، بس مش عايزه، مش عايزه تعلي صوتها. محمود بيقول لك تمثال، تمثال، برافو عليك، في النص، في المنتصف، صح، تمام. كده يبقى الولاد جابوا لي في الاول وجابوا لي في المنتصف. طب في الاخر، في الاخر، اشرف رافع ايديه. قول يا اشرف. برافو يا اشرف. بيقول لك حارث، حارث، صح. وايه تاني، وايه تاني؟ سامع، سامع لميا بتقول لي ثلث، 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 شطره، خدها من على السبوره، صح. وايه تاني يا اولاد؟ محمود بيقول لك حديث، حديث، على فكره محمود دايما بيبقى محضر الدرس، ما شاء الله عليه. ما شاء الله. فكده الولاد اتاكدت ان هم بداوا يفكروا ويجيبوا لي كلمات من عنده. ده ممكن اعمله نشاط برضو ولعب، على فكره. طبعا، وممكن نعمل لعبه الحرف السريع، ان انا اكتب له كلمه على السبوره ويطلع يعلم حرف، وده حاجه اوقع برضو. ليه بقى؟ لان حفظ شكل الحرف بيتكتب ازاي، وحفظ اسمه، الاسم مع ايه، مع الحرف، تمام. طيب ننتقل للنقطه اللي بعد كده. ايوه. وطبعا دي حاجه مهمه جدا. سجهان بقى ايه، استنى عشان انا عايزه اقف هنا شويه، تمام. قبل ما اخش على الجزئيه دي، انا عارفه اغنيه حرف الثاء، تعرفها؟ اسمعها منك. مش عارفها، نغنيها سوا. طب نتعلمها مع بعض. ماشي. يقول لك ايه، ثاء ثور في الميدان ضد الظلم يا انسان. تاني، نقولها تاني، ثاء ثور في الميدان ضد الظلم يا انسان. نقولها مع بعض يا استاذ عاطف. يعني ممكن نقولها ثاء ثار في الميدان. لا، ثور، ثور، ثور. ثور ازاي، ثور؟ هقول لك انا، ثوره ولا ثور؟ لا، ثور. ثور في الميدان. المفروض انا هقول لك ايه، انا لما اجي اتكلم على كمعنى، كمعنى، انا بشبه الانسان لما يبقى في حاله غضب زي ايه، هايج يعني كده، وفي قوه، في حاله غضب، حاله غضب، وفيها بتبقى فيها قوه، وفيها شجاعه على فكره، تمام. مين اللي بيبقى كده؟ الثور، ثور،
تمام. فانا بشبه الانسان ضد الظلم بيبقى بالشكل ده. وتمشي وتمشي برضو ثاء وانثار في الميدان ضد الظلم ممكن ممكن بنسبه كبيره كمان. تمام. يعني الاثنين صح بس انا كلمه ثور مقصوده، انا باخد من الثور هنا الثوره الشجاعه. تمام. بس الاغنيه جميله جميله والاقدام. طب اهميه الاغاني حضرتك دي يا استاذ جهان ايه؟ ان احنا الاغاني دي ايه؟ التلميذ في الفتره دي بيبقى حابب ايه؟ الاغنيه ان هو يغني حاجه يقول حاجه يقولها بنفسه تلاقيها لذيذه. اقول لك ايه؟ ثاء ثور في الميدان ضد الظلم يا انسان. تمام. ده ما عمره ما هينساه. انا عايز اقول لك سقفت له. لا ما فيش مش تمام. ممكن يعني احنا ممكن في اخر الترم مين حافظ اغنيه حرف الثاء؟ بلاقي كتير. مين حافظ اغنيه حرف الباء؟ بلاقي كتير. انت عارفه يا استاذ جهان انا كان في طفل عندي كده في فصل احد الفصول ولما قال اغنيه مره كان صوته جميل رائع فانا قلت له انت لازم تيجي معايا الاذاعه. كان خايف جدا اول مره طلع الاذاعه كان خايف تاني مره بعد كده انا عايز اقول لك ان والدته مشترك في حاجه موسيقيه يعني وبدا ما شاء الله يبقى نشاط مهم جدا ومن اصوات الجميله جدا يبقى انا ممكن من خلال انشطتي انمي برافو عليك. تمام. انمي الهوايات وابدا اكتشف المواهب اللي عندي جوه الفصل من تمام. خلال ايه والذكاءات اللي اللي بعملها معاهم. تمام. انا اطلع لعيب كوره ازاي لما يكون ولد عنده ذكاء حركي صغير وهو في السن الصغير ابدا انميه مش اكبته. تمام. صح صح. الذكاء الفني زي الرسم لو ولد او طفل او بنت رسمت لي صوره في الكتاب مش لازم انهارها او او او, أو اعاقبها اقول لها برافو عليكي بس مكان الرسم فين؟ في كراسه ايه؟ كراسه الرسم. اطلع انا فنانه ولد صوته كويس ولد بيحسن التمثيل تمام. ممكن انا ايه اوجه الـ 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 المواهب دي اللي احنا عايزينها لان الموهبه وصقل الموهبه حاجه مهمه جدا. احنا بنشوف الدورات الاولمبيه والدورات العالميه بيجيبوا يعني حاجات يعني سريه كتير للدوله بسبب القدرات الغير عاديه دي. صح. واحنا شايفين اهو الميداليات الذهب والميداليات الفضه والكلام ده حاجه مهمه جدا جدا ايه على مستوى ايه العالم. نقدر ننميها منين؟ من النشأ. عشان كده بقول لك ايه يا استاذ عاطف كم من مواهب المعلم نميها وكم من مواهب المعلم معاكي انا في ده عمل فيها ايه؟ تمام. موتها قتلها. تمام. موتها صح. ما خلاش تكمل. يعني انا ممكن اكتشف موهبه وممكن اموت الموهبه بس. تمام. نرجع تاني لحرف الثاء بتاعنا او الثاء. احنا خدنا الحركات القصيره لحرف الثاء وقلنا ثاء اللسان. خدنا اللسان. اللسان. تمام. ثاء ثو. تمام. ثي. دي حركات قصيرة. صح كده. وخدنا كلمات عليها وخدنا شكلها في اول الكلمة ونص كلمة واخر الكلمة. طب دلوقتي هناخد الحركات الطويلة لايه؟ لحرف الثاء. تمام. صح. تمام. طيب انا هنطق اوكي وبعد ما انطق نشوفها. تمام. اما اجي اقول لك ايه ثاء ثاء بص بقى الفرق ثاء انت هنا عملت حاجة حلوة قوي يا استاذ جهان. يعني في ناس كتير ما بتعملهاش ايه هي ان انت جبت الحرف القصير قصاده امام او في مواجهه الحرف الطويل. ليه؟ عشان الولد يحس بالفرق في المسافه عشان اقدر اميز إيه؟ اميز هنا. بصي ثاء ثاء لكن هنا ثاء. تمام. يبقى ثاء ثاء مقدار نطق الحرف مرتين ثاء ثاء. تمام. زي ها ثور. ثور. صح. تمام. بص بقى الثانيه ثابت. تمام. ثابت. آه. في فرق متهيألي صح؟ بمد فيها اثر اثار اثار صح كده. تمام. حلو قوي. ومعظم اخطاء التلاميذ في الاملاء هي في المشكله دي. ان ما يقدرش يفرق بين صوته القصير سواء فتحه او ضمه او كسره. يعني الفتحه بنت المد بالالف الضمه بنت او جزء من جزء منها هي جزء الواو. منها الكسره جزء من مد الياء. تمام. فهو ما بيقدرش يفرق بين هو ما بيغلطش بين الفتحه والمد بالواو ولا الكسره والمد بالالف. لا بيغلط بين الفتحه والمد بايه اللي هي جزء بالألف. منها ليه؟ لان ما بيتفردلوش او الجزء ده ما بيتشرحش بطريقه منفرده للتلميذ. صح. اللي هو ايه الفتحه مع المد بالالف ثا ثا ثو ثو ثي ثي. صح. تمام كده. كده صح كده. طيب يبقى احنا قلنا في الفتح في حاله الفتح هقول ايه ثا انما في حاله المد ثا. في فرق في فرق كبير. طيب اما اقول لك ثو ثو. طيب لما اجي اعملها اقول ايه ثو او ليه ثو. تمام. خلاص معايا يا استاذ عاطف؟ معاك يا فندم. طيب اما اجي اقول لك سي سي ده بايد واحده اهي. بص بقى الايدين
في تمام. طب نجيب امثله كده؟ على ثو وثي. ماشي اوكي. الفتحه الضمه الحركه القصيره والحركه الطويله. ثو يبحثوا يبحثوا يبحثوا، شايفه؟ ففيثوا يبحثوا. اه لكن الطويله بقى يبحثون، شايفه المد راحت فين؟ انا بمد وبتعمد ان انا اطول الحركه الطويله عشان الولد يعرف الفرق. اذا قدرت تمدها فدي مد، اذا ما قدرتش تمدها فدي ايه؟ الحركه القصيره اللي هي الضم. صح كده. طيب. مع في ثياب ثمار ثمار ثي ثمار ثمار ثاثيثو ثمار تمام تمام. ثانيه ثيران 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 كثير كثير تمام. دي ايه الطويله؟ دي حركه طويله. يبقى انا كده بالسمع في الاول وبركز قوي بالسمع. ليه؟ لان انا من ضمن استراتيجياتي اللي بشتغل عليها فهم مسموع. تمام. وبعدين ببدا اكتب الكلمات، يبقى فهم مقروء لان بيبدا يشوف الكلمه ويقراها. تمام. يبقى انا ممكن اشتغل اكتر من استراتيجيه في وقت واحد. طيب. وزي ما حضرتك قلتي واكدتي على مهاره السمع، دي مهمه لانها ذكرت في القران قبل البصر. وتخيل ان الرسول صلى الله عليه وسلم في بدايه سنه هيئت ليه رحله الى بطن من بطون قريش، تمام، ليتعلم اللغه العربيه ويسمعها، وكانت افضل بطن من بطون قريش اللي هم قوم السيده حليمه السعديه. ودي كانت اثرت في اللغه بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم تاثير قوي جدا. تمام. ان هو قدر يسمع كويس اللغه فقدر ينطقها. تمام. كده احنا ايه جينا المهاره تانية اللي هي ايه؟ مهاره كتابه. احنا عايزين نسال سؤال، هل في حروف تتشابه مع حرف الثاء في الكتابه؟ في حروف بتتشابه مع حرف الثاء في الكتابه؟ طبعا. طيب نعمل كده مثال للحاجه دي. تمام. معايا هنا اهو. ايوه ده كلهم شكل بعض يا استاذ عاطف. ايه رايك في الـ في الـ في الحرف ده؟ انا كده مش هعرف اقرا وهتلخبط. نعرف نقراه؟ لا لا خالص، ولا عارف اسم الحرف ده. طب ليه؟ ليه مش هتعرفي ليه؟ لاني اولا طب نسمع الاولاد يقولوا؟ حد مين يقول لي انا هغلط؟ ليه انا هغلط في اللي قدامي ده يا اولاد؟ انا سامعه ياسمين بتقول لي هو عليه نقط، مش في نقط. تمام. شاطره ياسمين. يبقى النقط جزء من الحرف زي التشكيل كمان. لازم نكتب الحرف بتشكيل لان التشكيل بالنقط، لان النقط دي مهمه. انا ايه عرفني دي نون ولا باء؟ صح. ايه عرفني دي تاء ولا ياء؟ دي ثاء ولا نون ولا باء ولا ياء؟ صح صح. طيب تعال نشوف كده النقط. يبقى اساسيات الحرف النقاط زائد الحركه بتاعته التشكيل. التشكيل. عايزين نعيد للغه العربيه تاني التشكيل بتاعها زي زمان، ان احنا ننطق بتشكيل. صح. نكتب كده. بتشكيل. عشان ما اخطاش في معنى ايه؟ الكلمه. لان نقطه ممكن تغير لي معنى الكلمه. طبعا. من الكلمه للنقيض. تشكيل ممكن يغير لي معنى الكلمه، من الكلمه للايه؟ للنقيض. زي قتل عكسها قتل. قتل. شوف الفرق قد ايه؟ تمام. فلازم نركز على موضوع التشكيل ده بطريقه صحيحه يا جماعه في الموضوع، سواء صح الساده المدرسين او اولياء ايه الامور. نبص على المثال اللي معانا. ايوه هنا ده حرف ايه قلنا؟ مش عارفين. طب نحط نقطه هنا تبقى ايه؟ طب لو حطيت لها صح هتطلع نقطه تحت دي اسمها ايه؟ ملوكه بتقول لي باء. باء. شاطره نطقت صح كمان. ما قالتش باء. النطق الصحيح. تمام. طيب النقطه لو اتنطت كده جت فوق. سمع مصطفى بيقول لي نون. برافو. شاطر. بص بيقول لي نون. شاطر يا مصطفى شاطر. طب بقى نقطتين. انا سمع محمد بيقول لي تاء. تمام. لان كلكم النهارده كلكم شطار بصراحه. تمام. طيب لو حطينا نقطتين هنا مع وضع كده ايه يدي على ايه حرف التاء هنا نخبي بس الجزء ده، دي حرف ايه؟ اسمه الياء. ايه؟ ياء. تمام. هو الياء ده ليه شكل تاني؟ ليه اشكال تانية. هو ده لما بيمسك في الكلمه صح؟ تمام. لا بيكون في اول الكلمه ده شكل ياء اول الكلمه. ده لسه هناخده ان شاء الله في الايام القادمه ان شاء الله. ماشي اوكي. طيب لو حطيت بقى كترت النقط شويه ايه وزودتهم نقطه بقت ايه حرفنا بتاع النهارده اللي بنلعب معاه النهارده. تمام. طب ما تيجي نقول ايه؟ ان الباء عكس النون في الكتابه. صح. الباء نقطة من تحت
دي نقطة فوق. تمام. والتاء عكس الياء، التاء صح نقطتين كده، فوق دي نقطتين فوق، والياء دي نقطتين نقطتين ايه تحت. تحت، والتاء عكسهم كلهم. ليه؟ عليه ثلاث ايه؟ حاجة دسمة نقط. كده. من لما كل النقط متوصين وحط بيه هو. فعليه ثلاث ايه؟ متغذية نقاط. كويس، ده ايه؟ ثلاث نقط. ده ايه؟ طب لان في اولاد كتير بيغلطوا في الباء والنون، مش عارف هو بينسى هل الباء نقطة من تحت؟ لما اقول له لا الباء نقطة تحت، عكسها النون نقطة ايه؟ فوق. فوق صح. ليه الباء عكس النون؟ الباء نقطة تحت، ودي النون نقطة نقطة فوق. فوق. ليه التاء عكس الياء؟ التاء نقطتين فوق، الياء عكس ايه؟ نقطتين ايه؟ تحت. ليه الثاء عكس كل الحروف؟ لانها لأن ايه؟ بتستحوذ على ثلاث نقاط اكتر من عليها ايه؟ ثلاث من نقط. اي حرف. صح تمام؟ كده، صح ده كده. بالنسبة لايه؟ الحروف المتشابهة في الكتابة مع ايه؟ مع حرف الثاء، اللي بيفرق بينهم النقاط. النقاط. تمام؟ ده بالنسبة للشكل، لشكل الحرف، صح كده؟ انما اللي بيميز كمان الحرف الثاء عن غيره التشكيل او الحركات. تمام، صح حلو كده، حلو لان احنا جميل. قلنا صوت الحرف ايه الحركات بتاعته. انت وصلت لنقطه مهمه قوي يا استاذ شاهين، ان انا عندي حرف الثاء لازم اميز بينه وبين الحروف الثانيه في الشكل، صح كده، في شكله. في طريقه كتابته كمان. يبقى في حروف متشابهه، فلازم انا اميز التلاميذ واحل لهم النزاع ده اللي جواهم. هو الثاء دي نقطتين ولا ثلاثه؟ انا نسيت. طب الباء دي نقطه ولا فوق ولا تحت؟ طب التاء نقطتين فوق ولا طب الياء ايه؟ فيبدا الولد ايه؟ لو جبت له الثلاث الخمس حروف مع بعض وبدات تقولي له ايه؟ ده نقطه تحت وده نقطه فوق، ده نقطتين فوق وده نقطتين تحت، وده عكسهم كلهم عشان في ايه؟ ثلاث اقول لك نقاط، على حاجه بيبدا كمان. ايه؟ يفك هذا النزاع. طبعا. وفي حاجه كمان مهمه قوي بتخليه يفصل ويبقى يقول لي ان ده ساء النطق الصحيح، لان الحروف كلها اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي متشابهه ما بنطقهاش زي الساء خالص. حضرتك انا قلت ايه؟ اجمعت ساء القول، اجمعت القول ساء، واصبتي. انما الباقي لا ما بنطقوش كده خالص، لساني جوه على طول. تمام صح كده؟ تمام لما حضرتك بتتكلمي على الصوت، احنا الطريقه بتاعتنا اسمها قرائيه او الطريقه الصوتيه لتنميه مهارات القراءه والكتابه للتلاميذ. ايه ده يعني معنى كلام حضرتك؟ الطريقه الصوتيه، ان اساس شغل القرائيه الصوتي. الصوتيات. الصوت، الصوت بتاع الحرف. تمام. صح كده؟ يبقى احنا بنقول ايه؟ القرائيه الطريقه الصوتيه. وحضرتك بتتكلمي على الصوت، قلت اميز بين الثاء والحروف الثانيه عن طريق الصوت. تخيلي ان فيه ثلاث حروف متشابهه مع الثاء، او الثاء متشابه مع حرفين ثانيين. اللي هم ايه بقى؟ ذال الثاء. لا. ثاء سين صاد. انت بتجيبها في الشكل، في شكل النطق، في 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 شكل النطق، التشابه في الصوت. في شكل النطق. يبقى وانا دي بنطق. اسمها بنسميها الاصوات، مش الحروف بقى. الاصوات المتشابهه في ايه؟ الاصوات التانيه، حروف اللي انا قلتها دي حروف. ان احنا بنقول دلوقتي الاصوات المتشابهه في الاصوات المتشابهه يبقى في النطق. والسين وصاد، ثاء سين صاد. تمام. شوف صح المخرج كده؟ انت طلعتيه ازاي بطريقه ممتازه. اهي ثاء سين صاد. صاد ينفع اجي وانا بتكلم حاجه مفخمه كده فعلا. بيسموها ايه في اللغه، في حروف اللغه مفخمه. مفخمه. تمام. ينفع اجي اقول للولد اكتب ثم؟ يا نهار اسود، دي خطا، ده خطا. يا نهار اسود، والولد لو كتبها عارف ليه كارثه؟ عشان انا اللي قلتها غلط. تمام. فلازم يعني اهتم بمخارج الحروف قدام التلميذ. تعال نشوف بقى الحرف احنا جايبينه اهو مع بعض. نقول هنا ثاء المخرج بتاعه أث. 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 تمام. اللسان مع الثنايا العليا لل أث. تمام. أث. تمام، برافو عليك. سين أس. 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 ولساني ورا السنان أس. حلو. أس. يعني أنا في الثاء لساني بيطلع سنة كده، إنما في السين ورا سناني. وبيسموه حرف صفير لأنه أس. شايفة؟ في فرق بين أث أث اس. شايف الصوت بقى؟ افتحي بقك بقى اهو. صاد أص. اص اص. حرف ايه؟ تحس انه مليان كده شويه. تمام. طب نجيب امثله. ثاء ثور. ثور لسه حضرتك متكلم عليها. ثور. شايفه؟ تعالي تعالي بقى نشوف الحرف الثاني يختلف ازاي كلا وشكلا وموضوعا. اقولها اقولها. ثور. برافو عليك. ثور. يبقى الثور اللي هو ايه؟ ذكر البقر مثلا. اللي حضرتك اللي بيبقى في في الحلبة ده. ماشي. لكن ثور اللي هو ايه؟ ده الثور ده اللي احنا شبهنا بيه الانسان لما بيبقى زعلان ومظلوم. عامل ثورة. ثورة. تمام.
سور اللي هو ايه؟ سور الحديقه. تمام. طب الثانيه بقى شوف دي صوره. صوره. شايفه شايفه الحرف طالع من هنا ازاي ومالي البق كله اهو الفم. صوره صوره. تمام. عارف انا بقول للولاد ايه على حرف الصاد ده؟ بقول له حرف الصاد ده إيه؟ على طول بيبقى مقلبز. فلما بيطلع بيبقى مالي بقي. صاد غير سين. هتقول له السين رفنوعه عامله دايت على طول ما بتاكلش. فرفنوعه على اساسها خليه يميز في النطق. تمام. سين صاد. هو الوقف عموما عند النقطه بتاعه الحروف الاصوات المتشابهه في النطق دي مهمه جدا. طبعا. لان برضو معظم اخطاء التلاميذ تقول له كلمه فيها ثاء يكتبها بالسين، تقول له كلمه فيها سين يكتبها بالصاد، تقول له كلمه فيها صاد يكتبها بالثاء، وده خطا. برضو انا برجع ده كله لما باجي بعمل اساس انا كمعلم جوه الفصل، لازم انطق صح وعلم ولادي اللي معايا جوه الفصل ينطقوا صح، نطقوا صح. حتى ما اجي اقول له اتملى اقول له انت سمعتني؟ يقول لي اقول له انطق ببقك واكتب. تمام. مش من سماع بس، انطق معايا لانه ينطق صح. انت بتعملي نموذج، هو ممارسه موجهه، وبعد كده المستقله بتاعته هو بيكتبها بقى. تمام. دي في المستقله بقى صح زي ما حضرتك قلت. ايوه صح. ناخد الحرف ده برضو نجيبه في وسط الكلمه ولا ايه؟ تمام. ايه شكله؟ نثر. 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 ده ليها قصص كده لما نيجي نكتب قصه. حاجات قراءه، درس قراءه، درس الشعر. عكس الشعر. دي اسمها ايه؟ سين. نسر. نسر او نسر او نسر، هي تبقى نسر افضل عشان يبقى صح. تمام. طب دي بقى شايفه؟ نصر. نصر. يبقى هنا نثر بمعنى القصة أو الـ 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 القراءة أو درس قراءة. نسر معناه إيه؟ طائر النسر اللي على العلم بتاع مصر. نصر اللي هو الإيه؟ الانتصار أو الفوز. تمام. تمام. ممكن نجيب أمثلة تاني ولا؟ طيب هنطلع فاصل الأول وبعدين هنرجع لشغلنا تاني، خلوكم معايا ما تروحوش حتة بعيدة. تاني اعزائي المشاهدين، احنا كنا وقفنا ان احنا كنا بنفرق ما بين حرف ثاء الاصوات والسين والصاد. ودخلنا الحروف دي في كلمات صح كده. تمام. هنكمل بقى مع حضرتك. نكمل. نكمل. حرف احنا خدنا حرف الثاء والسين والصاد في اول الكلمه جو. اول الكلمه وسط الكلمه، هناخد بقى المره دي ايه؟ اخر الكلمه. سيبك من دي، خليك في ايه؟ في الكلمة التانية. دي ايه؟ حر. حر او حقراء. حقراء. تمام. طيب تعال نحط جنب دي ايه؟ الثاء في اخر الكلمة. تعال نحط دي جنب دي ايه؟ السين في اخر الكلمة. نحط جنب دي الصاد في اخر الكلمة. ايه رأيك بقى ان يبقى معناهم مختلف تماما لاختلاف صوت، مع اني معظم الكلمة زي بعضها يعني. بالظبط. حقراء حقراء حقراء. تمام ماشي. اختلف المعنى اهو. حرث. حرث. حرث يعني ايه؟ اللي هو حرث الفلاح بيقلب الارض. بيقلب الارض. تمام. عشان يحط البذره بتاعته ويزرع. تمام. صح كده. حرث. طب تخيلي بقى شوفي. حرث. حرث. س. س. حرث يعني ايه؟ الامن اللي بيحرس البلد. جاي من الحراسه. تمام. من الحراسه. تمام. يحرس. طب شوفي بقى الكلمه لما تبقى فيها صد. حرص. حرص يعني التم. اهتم بالامر. ايوه. شايفه المعاني اختلفت الثلاثه؟ حريص على عمل الشيء ده. تمام. اختلف المعاني الثلاثه لاختلاف صوت مش الحرف بس، صوت الحرف. شوفي مدى الاهميه في ان انا اشرح للولد او في طول النزاع او الـ 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 الاختلاط اللي عنده بين الحرف ده والحرف ده مهم ازاي. بعد كده الولد مستحيل يغلط في الحروف المتشابهه او الاصوات المتشابهه في النطق. تمام. صح كده. طيب احنا كده قلنا من البدايه، نقولهم من البدايه اسم الحرف، شكل الحرف في اول طريقه، لا عفوا طريقه كتابه الحرف اكتبه ازاي من اليمين لليسار. اشكال الحرف في اول ووسط واخر الكلمه. صح. تمام. قلنا كمان بعد اشكال الحرف الصوت القصير للحرف بالفتحه والضمه والكسره، واكدنا على الاشاره بتاعته بالكلمات ثو ثي. تمام. وقلنا الصوت الطويل للحرف اللي هو بالايه برضو نفس القصه بالحركات الطويله ثا ثو ثي. وقلنا بعد كده ايه الاصوات المتشابهه مع حرف ايه الثاء، وكانت ايه ثاء سين صاد. صح كده. وكده احنا
لمينا الدرس من كل جوانبه بفضل الله. رجعنا نفضل بقى حاجه اللي انت بتحبيها قوي يا استاذ جهان، اللي هي ايه؟ اللي هي ايه بقى؟ الاغنيه. عايزه تقول الاغنيه؟ اقول الاغنيه الاول. طيب قول الاغنيه. الاغنيه انا بحب الاغنيه دي جدا. طيب. ليه بقى بحب الاغنيه دي؟ الولاد حفظوها صح، بيروحوا في البيت يقولوها في البيت. لا غير كده كمان بيطبقوا المد صح ويطلعوا الممدود صح. تمام. يقول لك ايه؟ تا 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 حروف المد ثلاثة. الف وواو ي. تمام. الالف بص انا بكتبها وهما بيكتبوها. الالف احنا كمان بنكتبها على الهوا. تمام حلو. الالف قبليه مفتوح. تمام. والواو قبليه مضموم. الله. والياء قبليه مكسور. تمام. طب واللي قبليهم اسمه ايه؟ الممدود. وهو اسمه حرف ايه؟ المد. ما احنا قلنا حرف المد. حروف المد ثلاثة. ايه الممدود؟ بيشبك في الممدود. يبقى انا كده عرفته ان اي حرف بيجي قبل حرف المد اسمه حرف ممدود. ممدود. تمام. ندخل على النشاط. جميل. لا بصراحه اغنيه لذيذه. تمام. ندخل على النشاط اللي معانا. تمام. النشاط اللي معانا بيتكلم عن ان انا بقول للولد، بعرض على الولد ولازم انا اعرض عليه المهمه اللي انا اقولها له بطريقه وبتعليمات دقيقه اوضحها عشان الولد يبقى فاهم هو يعمل ايه معايا. بقول له ان انا هعرض عليك بعض الكلمات. انا ممكن كمان اعمل له نموذج الاول دي عشان برضو ازيل اللبس اللي قدام. تمام. بقول له هعرض عليك بعض الكلمات اللي بيها حرف الثاء او ما فيهاش حرف الثاء. طب لو لقينا فيها حرف الثاء؟ لو لقينا فيها حرف الثاء نعمل ايه؟ هنعمل كده. ادنا كده. ما لقيناش؟ ما لقيناش حرف الثاء هنعمل كده. نعكس. عارف لما اقول لك انت كده لا يبقى انا لقيت الحرف يبقى الكلام صح كده. ما لقيتش الحرف اعمل اعكس كده. تمام صح كده. برافو عليك. نبدا بقى حضرتك قول الكلمات. نبدا. الولاد ده جاهزين؟ يلا يا ولاد بقى عشان تشتغلوا معانا. ركز يا اشرف شويه. اشرف انت ما قلتش حاجه النهارده. لا اشرف شاطر وهيشتغل. ثعلب. ثعلب. طب قول انت يا اشرف. اشرف بص عمل ازاي؟ عمل لي كده. تعمل ايده كده. تمام. شاطر شاطر يا اشرف. احسنت. تمام تمام. يبقى اذا لقيت فيه الحرف بعمل ايدي ايه بالطريقه دي. اذا اقول لهم انا كلمه. قولي لهم كلمه. طيب بص هغلطهم. سمكه. ايوه جميل. سمكه. ها انا شايفه ملك بتعمل لي كده. بس شايفه باقي الولاد عاملين كده. مين فيهم الصح؟ الصح لا اللي عمل كده. قول يا محمود ليه. أيوة. برافو عليك. بقول لك لان ده حرف السين سمكه. انما حرف الثاء لازم اطلع في الثاء واطلع المخرج صح. برافو عليك. انا قلت ايه؟ سمكه ما قلتش ثاء. تمام. طيب اقول لهم كلمه ثانيه. حديث. حديث. انا شايفه منى بتعمل لي ومحمود واشرف كلهم عاملين كده. لا شطار ده كل كل الفصل شاطر. تمام. تمام. ناخد نشاط تاني كده. أيوة. تمام. نشاط برضو ايه جميل. معلش الورق لازق شويه. برضو التعليمات بتاعتي لازم تكون واضحه في النشاط. الولد عارف هيعمل ايه وهيقول ايه بالظبط. لازم اوضح المهمه اللي هيعملها يعملها ازاي. انا هقول له هقرا عليكم بعض الكلمات اللي موجود بها حرف الثاء. حرف الثاء ممكن يجي في اول الكلمه وسط الكلمه واخر الكلمه. حلو. اذا جاء في اول الكلمه برفع اول صباع كده. يبقى الحرف. يبقى اول ما تسمع حرف صوت حرف الثاء في اول الكلمه ترفع ايه؟ هرفع كده. اذا 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 جاء في وسط الكلمه تعمل اتنين كده. كده. في اخر الكلمه تعمل التلات. كده. نقولهم بسرعه. ثوب. ثوب. انا شايفه لميا دلوقتي بتعمل ايه؟ رفع صباع واحد. تمام. شاطره شطوره يا لميا. طيب بحث. بحث. او بحث. انا شايفه مصطفى رافع لي ثلاث صوابع. طيب تمثال. تمثال. برافو. انا شايفه محمود رافع اثنين. برافو عليك. طب اقول لهم كلمه؟ قول لهم كلمه. ثلث. ثلث. صعبه دي شويه. لا بس هقول لك على حاجه. انا شايفه كذا واحد دلوقتي رافع صباع وفي رافعين ثلاثه. هو في واحد محمود عامل ايديه كده. مين فيهم الصح؟ عامل كده اهو. مين فيهم الصح؟ هو اللي عامل كده صح. ليه هو جت في اول كلمه؟ بس اللي عامل كده صح واللي عامل كده صح. طيب يعني هنمشيها صح لان هم لسه صغننين. تمام. هو عامل ايه جت في اول الكلمه وعامل ايه جت في اخر الكلمه. يبقى اذا التلميذ او الولاد معانا اتقنوا صوت حرف الثاء بطريقه صحيحه. طبعا احنا كده النهارده خلصنا حرف الثاء ويا ريت نكون اسعدناكم وافدناكم. وبنشكرك يا استاذ عاطف. يعني لو في اي اضافه عايز تقولها لاولادنا. لا تمام كده. هو بس احنا بنتكلم ان الحرف لازم يكون مخرجه صح سليم، طريقه كتابته سليمه،
بركز قوي انا التلميذ، ببقى باصص كويس وملاحظ بيكتب ازاي وبيطلع ازاي وينزل ازاي في الحرف وماشي على السطر ازاي وبينطقه ازاي، عشان يبقى انا كده ايه اديت الرساله بتاعتي ان الولد اتقن الحرف، لان الحرف ده بدايه للكلمات والكلمات بدايه للجمل وبعد كده الطلاقه في القراءه والكتابه. حلو جدا، نشكركم اعزائي المشاهدين ونرجو نكون اسعدناكم وافدناكم. باي.